بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا بيكم يا شباب. نكمل مع بعض شابتر الكيموثيرابي، لان احنا كنا توقفنا فتره، كنا سجلنا 3 فيديوهات بس في الشابتر، وفي حاجات تانية ناقصه طبعا غيره، لكن ان شاء الله هنكمل بقى في الايام اللي جايه الشابتر ده والحاجات اللي ناقصه كلها. احنا في شابتر الكيموثيرابي لو انت فاكر كنا ابتدينا بان احنا سجلنا 3 فيديوهات، كان واحد اسمه انترودكشن، كلمتك عن حاجات كده عامه، وانا بنصح اي حد عايز يذاكر هذا الشابتر اللي هو الكيموثيرابي يبتدي دايما بالايه، بالفيديو الاولاني اللي هو الانترودكشن، لان في مفاهيم مهمه وفي كده مصطلحات يعني ذكرها هيتكرر كتير، فمش عايزين كل مره نرجع لها. فانا عايزك تشوف الايه الانترودكشن دي. ثم لو انت فاكر بقى احنا في هذا الفيديو قسمنا الانتي بايوتكس الى كلاسز كبيره كده، كلاس منهم كان بيشتغل على حاجه اسمها سيل وول، مش كده؟ في ادويه شغاله على سيل وول، وكان في حاجه شغاله على بروتين سينثيسيس او حاجات، وكان في نمره 3 حاجات شغاله على الدي ان اي والار ان اي، مش كده، اللي هي النيوكليك اسيد سينثيسيس، ونمره 4 في ادويه بتشتغل او بتعمل انهيبيشن للبكتيريا باي انهيبيشن اوف بكتيريا الميتابوليزم، مش كده؟ دول الاربعه كلاسز الرئيسيين اللي اي انتي بايوتيك ممكن يشتغل، هيكون بيشتغل غالبا بواحد من الاربعه دول. جينا على الادويه اللي بتشتغل على سيل وول وقلت لك ان هم 4، او حتى لو ما كناش ذكرنا ان هم 4، فانا دلوقتي باكد عليك ان الحاجات بتاعه السيل وول تحفظ لي 4 حاجات رئيسيين ومهمين جدا. نمره 1 البنسلين، مش كده؟ نمره، انا بتكلم عن الحاجات اللي شغاله على سيل وول. نمره 2 الكيفالوسبورينز او عيله الكيفالوسبورينز. نمره 3 بقى النجم بتاع النهارده اللي هنتكلم عنه اللي هو الفانكومايسين واخوه اللي اسمه تايكوبلانين. يبقى العيله دي اسمها جلايكوبيبتايد انتي بايوتكس. مش مهم انك تعرف اسم العيله قوي، انما هو مش دواء واحد، مش فانكومايسين بس، ده هم اكتر من واحد، والعيله اسمها جلايكوبيبتايد انتي بايوتكس. ثم رابع دواء شغال على سيل وول، انا بقول بكل ده سيل وول، اللي هو الدواء اللي اسمه ايزو نايزايد او الاي ان اتش. طيب احنا اتكلمنا في فيديو عن البنسلين، شرحنا كمان في الفيديو اللي بعده الكيفالوسبورينز. النهارده ان شاء الله بقى هنشرح الفانكومايسين واخوه اللي اسمه تايكوبلانين، وناجل الاي ان اتش اللي هو الايزونايزايت، لان الدواء ده شغال ايوه على سيل وول لكن ما بيجيبش غير بالتي بي بس، يعني هو انتي تيوبركولوس دراج مش للبكتيريا العاديه، فاحنا لما نيجي نشرح الانتي تيوبركولوس نبقى نجيبهم بقى كلهم. انما انا ليه كاتب لك الاربعه دول؟ لان ده غالبا بيجي سؤال في الام سي كيو، هيطلب منك الممتحن كده يقول لك مين من الادويه دي اللي ما هوش شغال على سيل وول، يبقى انت لازم تكون حافظ اللي شغالين على سيل وول. وان شاء الله في الفيديوهات اللي جايه لما اجي اشرح لك برضو الايه حاجات البروتين لازم تحفظهم، علشان دايما ده سؤال شهير جدا في اي امتحان، يقول لك all of the following drugs act by inhibition of bacterial cell wall synthesis except، يبقى انت لازم تكون عارف مين دول ومين دول وهكذا. طيب النهارده بقى هكلمك على اللي هو الدواء الثالث ده اللي هو الفانكومايسين واخوه اللي اسمه تايكوبلانين. الادويه دي يا شباب بدايه اكتشافها الفانكومايسين ده طالع من بكتيريا، يعني هو دواء ناتشرال، حاجه كده زي غالبيه الانتي بايوتيك، هو طالع من بكتيريا معينه ما يهمناش اسمها دلوقتي خالص. انما بدايه اكتشافه كانت 1953، بدا استخدامه 1954. طيب 1954 الفانكومايسين، ثم مضى 30 سنة لحد ما اكتشفوا أخوه بقى اللي اسمه تايكوبلانين. هذا التايكوبلانين رغم أنه أفضل من الفانكومايسين في المواصفات وأقل منه في التوكسيستي، إلا أن ذكره ما بيجيش كتير في الامتحانات ومحدش بيسأل فيه كتير، إنما دايما الأسئلة بتيجي في الفانكومايسين على اعتبار أنه هو البروتوتايب. البروتوتايب يعني إيه؟ اللي هو الأب الروحي للعيلة، العيلة اسمها جلايكوبيبتايد، إنما الأب الروحي بتاعهم وأشهر واحد فيهم الفانكومايسين. كويس يا شباب، نيجي بقى للكيمستري. انا في الغالب مش غاوي قوي ان انا ادخلك في مواضيع لها علاقه بالكيمياء، لان احنا في الاخر احنا مش متخصصين في الكيمياء، واحنا بنخرجك طبيب هتقف في مستشفى تعالج المرضى، فانا مش عايز اشغلك بحاجات كيمياء الا لما يكون فيها حاجه مهمه قوي، يعني مش كتير قوي بندخل في الكيمياء. انما مثلا هتلاقيني في النهارده وانا بشرح الفانكومايسين مضطر اوري لك الصوره اللي انت شايفها دي. بص كده معايا على الصوره اللي انت شايفها دي، اديني راسم لك الفانكومايسين او جايب لك صورته على الشمال، وعلى اليمين فوق كده ادى البنسلين، وتحته الكيفالوسبورين. ليه انا جايب لك الصور دي؟
علشان الفت نظرك لحاجتين هيفتحوا لنا او هيفسروا لنا حاجات كتير جدا في الايه في اللي جاي ده كله، في العناوين اللي هنتكلم عنها دي. نمره واحد، بص على الفانكومايسين كده على الاستراكشر، وبص على ايه على البنسلين والكيفالوسبورين، وقارن كده الموليكولار ويت. الموليكولار ويت هنا بتاع الفانكومايسين 1450 دالتون، البنسلين بالمقارنه 330، والكيفالوسبورينز او عائله الكيفالوسبورين الرينج بتاعها شغال او بيتراوح حوالين 350 دالتون. طيب ده معنى ايه؟ لازم الفت نظرك لحاجتين مهمين جدا. الحاجه الاولانيه ان مفيش ممتحن في العالم، لا شفوي ولا اورال اكزام ولا ريتن ولا كده، هيسالك في ده، انما هو هيسالك في حاجه تانية لها علاقه باللي انا بقوله ده. ايه هي؟ هيرجع بيك لشابتر الجنرال ويقول لك يا دكتور انا عشان اصنع دواء، وهذا الدواء اقدر اديه العيان ويمتص اورال ويقدر ينتشر في الانسجه، يروح البلاد برين بارير ويروح البلاسينتا ويعدي ويروح لكل التشو، ايه المواصفات بتاعته؟ هتقول المواصفات 1 2 3 4، من ضمنها ان الموليكولار ويت بتاع الدواء الايديال اللي تو بي ابزوربد اورالي وينتشر، ما يكون الموليكولار ويت تقريبا يتراوح من 300 الى 500 دالتون. ده الموليكولار ويت بتاع اغلب الادويه يا شباب. عشان كده انا موري لك البنسلين اهو، هتلاقيه 330، الكيفالوسبورين 350. ولو انت غاوي كيمياء بقى ورجعت لغالبيه الادويه اللي بتتعامل معاها، هتلاقي غالبا الموليكولار ويت بتاعها يتراوح من 300 الى 500. ده امتى؟ لو كان الدواء ده متصمم ان هو تو بي ابزوربد اورالي. انما دواء تاني زي مثلا الانسولين او غيره، هتلاقي الموليكولار ويت بتاعه اكتر من كده. اكتر من كده بقى يبقى مش هيشتغل اورال خالص، يبقى لازم حقن، لازم يتاخد بارنترال. يبقى نمره واحد، انا موريك الصوره دي، نرجع لها تاني اهو، انا موريها لك عشان تعرف ان الفانكومايسين بالشكل ده الموليكولار ويت بتاعه ده مش تخطى 500، ده 1450. يعني جريمه انك تقول ان هذا الدواء هيتاخد اورال، او انه هيعدي بلاد برين بارير، او انه هينتشر في الجسم بسهوله، لا ده صعب جدا. نمره اتنين في الرسم برضو، عايزك تبص لي كده على اللي انا عامله باللون البرتقاني ده اللي هو الهيدروكسيل جروب. احنا برضو هفكرك وهقول لك ان احنا مش غاويين كيمياء قوي، لكن الهيدروكسيل جروب دي عدها معايا كده هتلاقيهم تقريبا كده، عد معايا هتلاقيهم 10 هيدروكسيل جروب. ده معناه ايه يا شباب؟ الناس اللي هم غاويين ميديسينال كيمستري او الناس المتخصصين يقول لك ان كل ما يزيد الـ OH جروب في اي كومباوند في الدنيا، او يعني المجموعه الهيدروكسيل دي، المجموعه دي يا شباب ووتر سوليبل، ما هياش ليبيد، دي بتدوب في الميه. يبقى كل ما تشوف موليكيول معبي او مليان او اتش كده حواليه، يبقى هذا الموليكيول ووتر سوليبل وليس ليبيد سوليبل. يبقى ده تاني سبب هيخلي الفانكومايسين نوت ابزوربد اورالي. يبقى انا عندي سببين اهو، الاولاني كون الموليكولار ويت بتاعه متخطي 500، ده واصل كمان معدي ال 1000. اتنين، ان مجموعات الهيدروكسيل في الاستراكشر كتيره، وده بيخلي الموليكيول ووتر سوليبل، وبالتالي مش هيعدي بلاد برين باري ولا يمتص اورال ولا ينتشر في الجسم ايه بسهوله. خلصنا بقى من الكيمياء، ندخل على الايه الفارماكو، ندخل بقى لكلام الفارما اللي احنا متعودين عليه اللي هو الفارماكوكاينيتكس. احنا كنا دايما نتكلم على ابزوربشن مش كده، وديستريبيوشن اللي هو كلمه ادم اي دي ام اي، ابزوربشن ديستريبيوشن ميتابوليزم واكسكريشن مش كده. طيب الابزوربشن، ها الفانكومايسين نيفر ابزوربد اورالي ولا يعدي بلاد برين ها بارير، يبقى الاثنين دول كده مع بعض تاخده مع بعض لوكشه واحده كده، لان هو الموليكيول بتاعه لارج. اثنين، ان هو ووتر سوليبل، يبقى لا هيمتص ولا يعدي بلاد برين بارير. طب والتيشو فلويدز؟ والله ما يروح. طب ممتحن يقول لك واحد عنده ديب انفكشن او هيدن انفكشن، حته كده بعيده او غويطه جدا في الجسم، اياك تقول فانكومايسين، لان الفانكومايسين بالشكل اللي انت شفته ده الموليكيول ده مش ممكن هيدخل في التيشوز الايه الديب، لانه مش هيقدر ينتشر. الميتابوليزم والاكسكريشن ما عندناش عام، مفيش فيه معلومات نقولها، او يعني ما عندناش ملاحظات كلينيكيه نقولها، خلاص الميتابوليزم في الليفر والاكسكريشن بتاعه رينا. حتى يعني ايه يقولوا للناس اللي عندهم رينا الامبيرمنت، لان الموليكيول بتاع الفانكومايسين بما انه بيدوب في الميه زي ما انت شفت كده، يبقى هو بيعتمد على الكدني اكتر في الايه في الاخراج في الاكسكريشن بتاعه. وبالتالي يقول لك الناس بقى اللي عندهم رينا الامبيرمنت لا نحاسب عليهم بقى بالفانكومايسين، يتعمل لهم معادله كده ونشوف الدوز بالظبط على حسب الكرياتينين كليرنس. طيب كده خلصنا ايه الفارماكوكاينيتكس، ندخل بقى على الميكانيزم اوف اكشن. الميكانيزم اوف اكشن بتاعنا النهارده، اولا الفانكومايسين انا قلت لك من الاول في بدايه الفيديو
ان هو ثالث دواء من الكلاس اللي شغال على سيل ايه؟ ها، سيل وول. سيل وول سينثيسيس. بالمناسبه احنا ما عندناش سيل وول، الخلايا بتاعتنا احنا اللي هي الايوكاريوتس ما فيهاش سيل وول. كلمه سيل وول دي في البكتيريا بس. هرجع بس عايز افكرك بالحاجات اللي انت ناسيها اللي احنا قلناها في الفيديو الاولاني. انا عندي نوعين او اتنين كلاسز كده كبير، يعني تقسيمه عريضه جدا للبكتيريا. حاجه اسمها جرام نيجاتيف وحاجه اسمها جرام ايه، جرام بوزيتيف، على حسب صبغه الجرام او الجرام ستين. الجرام بوزيتيف بكتيريا تفرق في حاجات كتير قوي عن الجرام نيجاتيف، بس اللي انا يعنيني النهارده في الموضوع بتاع النهارده بتاع الفانكومايسن يعنيني اقول لك فرق بس مهم قوي. الجرام بوزيتيف بكتيريا اللي انا رسمه ده الاحمر ده اسمه سيل ميمبرين، كويس؟ اوعى تغلط لان المصطلحات دي مهمه جدا. اما تقول ميمبرين غير وول، دي حاجه ودي حاجه. السيل ميمبرين هتلاقيه في كل الكائنات الحيه، كل الدنيا فيها سيل ميمبرين، ما عدا يعني حاجات يعني قليله. انما يعني غالبيه اي خليه حيه في الدنيا تلاقي دايما حكايه السيل ميمبرين دي، سيتوبلازم الاول اهو ثم السيل ميمبرين، كويس؟ تيجي بقى للجرام بوزيتيف بكتيريا تلاقي طبقه حمايه بقى اضافيه كده فيري ثيك، هذه الطبقه كده عامله زي السور الخشب كده. الطبقه دي احنا قلنا لك ان الالواح اللي انا برسمها دي كده دي وحدات اسمها بيبتيدو جلايكان يونت، عباره عن وحده كده من البيبتيدو جلايكان تشبك في اختها، في اختها الثانيه، وتعمل سور. والشبكه دي اسمها ترانس بيبتيديشن رياكشن. الجرام بوزيتيف بكتيريا بتعتمد في الحمايه بتاعتها مينلي بنسبه 100% على هذا السيل وول، وبالتالي بيكون فيري ثيك، وبيكون لان هو ده الحمايه بتاعتها الوحيده. انما هنا الجرام نيجاتيف بقى برضه هتلاقي ده سيتوبلازم وده سيل ميمبرين، هتلاقي السيل وول بتاع الجرام نيجاتيف طبقه رقيقه جدا تكاد تكون مش باينه، يعني حتى في ما بتبانش خالص في الصبغه. طب امال هتعتمد في الحمايه على مين اللي بيحميها؟ اللي بيحميها مش السيل وول بقى، اللي بيحميها طبقه نرسمها بالاخضر بقى، طبقه ثالثه بقى خالص بره كده اسمها اوتر ميمبرين. يبقى الجرام نيجاتيف بكتيريا تتميز بكلمه اوتر ميمبرين اللي هي مش موجوده في الجرام بوزيتيف. يبقى انت النهارده لما تيجي تقول لي ان الفانكومايسين شغال على سيل وول، يبقى هيجيب مين اكتر؟ يبقى زي البنسلين والكيفالوسبور. الاجابه قولا واحدا هو يجيب الجرام بوزيتيف، انما ملوش دعوه بالجرام نيجاتيف خالص لانه سيل وول. طب يا سيدي امال ايه الفرق بينه وبين البنسلين او الكيفالوسبور؟ لان احنا برضو ممكن ممتحن كده يزنقك الزنقه دي يقول لك طيب ماشي، ما الفانكومايسين سيل وول كويس، والبنسلين كان سيل وول، والكيفالوسبورين كلهم سيل وول انهبيتورز، مش كده؟ ايه الفرق؟ هقول له الفرق حاجات بسيطه قوي تاخد بالك منها عشان محدش يصطادك منها. انه البنسلين والكيفالوسبورين اللي هو البيتا لاكتام انتي بايوتكس كانوا شغالين على بيمسكوا الاول في حاجه اسمها بنسلين بايندنج بروتين لو انت فاكر. وهذا البنسلين بايندنج بروتين هو الانزيم اللي بيشبك البيبتيدو جلايكان يونتس في بعضها. هذا الانزيم اسمه ترانس بيبتيديز. في ناس تقول عليه ترانس بيبتيديز وفي ناس يختصر يقولوا لا ده اسمه بنسلين بايندنج بروتين، ذا سيم ما تفرقش معانا. المهم ان البنسلين والكيفالوسبورين بيروحوا يشبكوا في هذا الترانس بيبتيديز انزايم اللي هو بين قوسين اسمه بنسلين بايندنج بروتين، ويعملوا انهيبيشن للبيبتيدو جلايكان يونتس انها ما تشبك، ما تعرفش تشبك في بعضها خلاص، مفيش ترانس بيبتيديشن رياكشن، الرباط اللي بيربط الوحدات دي مش موجود خلاص، فمفيش سيل وول يعرف يتكون. ده فيما يخص البنسلين. امال ايه بقى الفرق بينه وبين النهارده بين الفانكومايسين؟ الفانكومايسين ما بيعملش الحكايه دي، اولا ما بيشبكش في بنسلين بايندنج بروتين خلاص، ده اول فرق اهو. امال شغال ازاي؟ هو نفسه بيروح، الفانكومايسين نفسه هو نفسه كده بيروح هو يشبك في الايه، في البيبتيدو جلايكان يونتس، يدخل في تركيبها. يعني اثناء ما البكتيريا بتصنع بيبتيدو جلايكان يونتس يقوم الفانكومايسين داخل جواها، وبالتالي تركيبها يتغير. ولما تركيبها يتغير البكتيريا ما تعرفش تلزق اتنين في بعضهم، ليه؟ لان الالانين اللي كان بيشبك هنا والالانين اللي بيشبك هنا الاتنين دول الفانكومايسين شبك فيهم من هنا ومن هنا، فبالتالي البكتيريا ما تقدرش تشبك البيبتيدو جلايكان يونت. يبقى في النهايه يا شباب عايز اقول لك انه ايوه الفانكومايسين سيل وول انهبيتور زيه زي البنسلين زي الكيفالوسبورين، لكن الفرق في الديتيلد ميكانيزم الموليكولر ميكانيزم اوف اكشن.
البنسلين بيشتغل على بنسلين بايندنج بروتين بيشبك في الترانسبيبتيديز رياكشن ويمنع الترانسبيبتيديشن. اما الفانكومايسين استراكشرال بيدخل في الاستراكشر نفسه بتاع البيبتيدو جلايكان يونتس ويمنع ان البيبتيدو جلايكان يونت تلزق بعضها، انما ملوش دعوه بالترانسبيبتيديز انزيم على الاطلاق. خلاص كده، ده فيما يخص الميكانيزم اوف اكشن. واحنا بنتكلم على الميكانيزم اوف اكشن في السكه كده، انا جبت لك ايه السبيكترم. السبيكترم زي ما قلت لك ان الفانكومايسين جرام بوزيتيف، احفظها من هنا لاخر العمر، الفانكومايسين ما يجيبش ابدا جرام نيجاتيف، هو كل شغله على الجرام، مش كل حتى جرام بوزيتيف. الفانكومايسين اكتر شغله على الكوكاي، يعني الحاجات اللي هي المدوره دي، يعني الناس بتوع الميكروبيولوجي يقول لك ان البكتيريا بيقسموها بقى على حسب شكلها، انما الفانكومايسين شغال اكتر على الكوكاي مش على الباسيلاي، ما يجيبش دي، انما يجيب الكوكاي. كوكاي زي الاستافيلوكوكاي، زي الستريبتوكوكاي، الحاجات اللي هي المدوره دي. طيب نمسح بقى الكلام ده كله ونتكلم على الثيرابيوتيك يوز. الفانكومايسين يا شباب لما اكتشفوه في الخمسينات، لما الشركه اكتشفت، طبعا هو الفانكومايسين زيه زي البنسلين، حاجات كلها بتطلع من ناتشرال برودكتس، يعني كلها حاجات طالعه من بكتيريا. الفانكومايسين طلع من بكتيريا ما يعرفناش اسمها دلوقتي، انما الفانكومايسين لما اكتشفوه في الخمسينات 1954 ليه سموه فانكومايسين؟ اولا كلمه فانكو دي، فانكو يعني المصطلح ده، او فانكوش يعني عشان يعني المنتصر او المكتسح. ليه بقى سموه المنتصر والمكتسح؟ وهتكتشف بعد شويه ان هو لا هو منتصر ولا هو مكتسح، انما سموه فانكومايسين ليه بقى؟ لانه اكتشفوا ان هو اكتر دواء كان ايامها بيجيب الجرام بوزيتيف اللي هي الاستافيلوكوكاي. الاستاف اوريوس يا شباب، هذه البكتيريا من البكتيريا الرخمه جدا اللي هي بتطلع بنسلينيز انزيم اللي هو البيتا لاكتاميز. في الخمسينات كان البنسلين مش قادر يجيب الاستاف لان بيتكسروا، الانزيم بيكسروا. طبعا مع الوقت هم اخترعوا بنسلينات بقى جديده بتجيب الاستاف، والكيفالوسبورين العائلات الجديده بتجيب الاستاف، انما في الخمسينات ما كانش الكلام ده موجود. فلما الفانكومايسين اكتشفوه لقوا انه بايه الاستاف دي جرام بوزيتيف، لقوا انه بيقتل الاستاف دي، بيعمل سيل كي، طبعا هو بكتيري سايدل لانه سيل وول، فلما عمل لها كيلنج سموه فانكومايسين او المكتسح يعني. طيب الثيرابيوتيك يوزز بقى بتاعتنا، هو احنا الفانكومايسين في كتب الطب كلها، لو انت حضرتك مسكت كتب الطب كلها كده تلاقي الفانكومايسين بتيجي سيرته في استخدامين بس. الاستخدام الاولاني اللي هو اذا ذكرت كلمه ميرسا، ميرسا اللي هي ميثيسيل ريزيستنت استاف اوريس، نوع من الاستافيلوكوكاي كده، نوع رخم وبيقاوم البنسلين. تاني حاجه هتسمعها في الفانكومايسين او مع الفانكومايسين في كتب الطب كلها، اذا ذكر الحاله اللي اسمها كوليستريديم ديفيسيل كولايتس، او اللي احنا بنسميها بين قوسين كده سودو ميمبرنس كولايتس. طبعا الكلام ده بقى مشروح في الفيديو بتاع الانترودكشن، حاله الكوليستريديم ديفيسيل وبتحصل ايه، انما يعني شويه كده هفكرك بيها دلوقتي، انما نمسك واحده واحده كده. تاني كتب الطب كلها مش هتسمع عن الفانكومايسين غير هنا في الحالتين دول. اول حاله اذا جالك كيس سيناريو يقول لك العيان ده عنده، انت فهمت من السيناريو كده ان عنده استافيلوكوكال انفكشن، كويس. بس انا هنبهك بقى الحاجه لان الممتحن هيصطادك فيها، وهو عارف الممتحن بيبقى متراهن على انك هتغلط في السؤال. هو هيجيب لك كيس سيناريو وما عندوش اي مانع ان هو نفسه يعترف في الكيس سيناريو ان هذا الانسان عنده انفكشن، ولما عملنا كالتشر طلعت استافيلوكوكال، يعني كمان ما بيخبيش عليك. انما هيحط لك في الاختيارات بقى، هيحط لك حاجات كتير في الاختيارات من ضمنها فانكومايسين، كويس. طيب انا دلوقتي بقول لك اذا ذكرت استافيلوكوكاي فالفانكومايسين هو ده بتاع الاستافيلوكوكاي، انما اللي عايز اضيفه لك بقى ان هذا الفانكومايسين نيفر، شوف اهي نيفر، اهي نيفر بي يوزد از فيرست تشويس، يعني لا يمكن تبتدي به الاول، لازم في حاجه قبله. دائما ابدا الفانكومايسين ياتي سكند تشويس. يعني ايه؟ يعني هو هيجيب لك الكيس سيناريو وبعدين هيحط لك اختيارات، هنا دور لي نمرة واحد على بنسلين يكون مثلا مخصص للاستافيلوكوكاي، زي حاجة اسمها فلو كلوكزاسيلين، ده مشهور جدا، ده تحفظه زي اسمك، ده بيجي كتير الفلو كلوكزاسيلين، ده جبنا سيرته مع البنسلين شرحناه. دور لي على دي الأول، إذا موجودة في الاختيارات يبقى هي دي، هو ده الإجابة، فلو كلوكزاسيلين.
طيب مش موجود ده ولقيت نوع من الكيفالوسبورينز يكون مثلا ثيرد جينيريشن او فورث جينيريشن، يبقى الاجابه ده. طب ما فيش اي حاجه من دي خالص وما عندكش فانكومايسين، يبقى تختار فانكومايسين. انما هو ما نختاروش على طول كده نمرة واحد، لا دور الاول، لان هو دائما ياتي سكند تشويس. ليه بقى بنقول الكلام ده؟ لانه اي عيان في الدنيا عنده ستافيلوكوكال انفكشن احنا فعلا بنديله فلوكولوكزا سلم وبنديله كيفالوسبورين، انما لما نكتشف ان العيان ده مخفش او يعني الانفكشن ما زالت موجوده، يبقى هذه في هذه الحاله نقول اه ده ممكن تكون الاستاف دي بقى اسمها ميرسا، ميرسا اللي هي ميثيسيلين ريزيستنت ستاف اوريس. طب بما انها ميثيسيلين ريزيستنت يبقى البنسلين مش هيجيب نتيجه والكيفالوسبورين مش هيجيب نتيجه، يبقى ايه نجرب في الحاله دي بقى الفانكومايسين. يبقى هذا اول استخدام له كويس، وادينا نبهتك لان قلت لك انه اياك تبتدي على طول بالفانكومايسين، دور الاول على بنسلين مخصص للاستاف او كيفالوسبورين للاستاف، ما لقيتهمش يبقى الفانكومايسين هو السكند تشويس. عايز انبهك بقى ان اي بني ادم في الدنيا عنده انفكشن، عنده انفكشن بستاف اوريس سواء كان اندوكاردايتس او اني وير في الجسم، الفانكومايسين زي ما قلت لك لازم يتاخد اي في، يعني ما يتاخدش اورال كويس، ومش ممكن يتاخد لوحده، نيفر نيفر انه يتاخد الفانكومايسين لوحده، لازم تخلطه مع دواء تاني اسمه جنتامايسين. وان شاء الله باذن الله الجنتامايسين ده من العيله بتاعه الامينو جلايكوزايد، هكلمك عنها في الفيديو اللي جاي على طول. يبقى يا شباب الفانكومايسين اذا ذكر اسمه يبقى انت عندك حاجتين، اما انك هتعالج بيه ميرسا او هتعالج بيه الحاله الثانيه اللي اسمها كوليستيريديم ديفيسيل او سودو ممبرانس كولايتس. لو هتعالج بيه ميرسا، ركز معايا بقى لان هقول ثاني اهو، لو هتعالج بيه ميرسا يبقى مش هو الفيرست تشويس، الاول هنختار حاجات ثانيه. لو فشلت الحاجات الثانيه اللي هو البنسلين والكيفالوسبورين والعائلات دي، في هذه الحاله ياتي دور الايه؟ الفانكومايسين. طيب هيتاخد اورال؟ اوعى تبقى جريم، لا اي في. طب اي في لوحده؟ لا برضه ما ينفعش لوحده، لازم يتخلط مع جنتامايسين اللي هو من عيله الامينو جلايكوزايد. هذا السؤال وهذا اليوز يكاد يكون ما فيش سنه او يعني ما فيش امتحان من امتحانات المعادله او الزماله الانجليزيه او اي زماله في الدنيا بتاعت اي دوله من غير ما يسال السؤال ده. هيجيب لك كيس سيناريو، والكيس سيناريو هتفهم منه ان هذا الانسان عنده حاجه اسمها انفكتيف اندوكاردايتس، اللي هي كانوا يسموها زمان سب اكيوت بكتيريال اندوكاردايتس. وهتفهم من السيناريو اهو، هيجيب لك كده اهي، هيجيب لك اشاره الى ان البكتيريا دي اهي استافيلوكوك هي اللي عامله الاندوكاردايتس استافيلوكوكال، وهو كيس سيناريو غالبا بيبقى ثابت كده. وهيقول لك طيب الحل بتاعها ايه؟ نرجع تاني لتالت مره، الحل بتاعها الاول دور على فلو كلوكزا سيل، دور على ده قول له ده نمره واحد. طب ده مش موجود في الاختيارات، دور على كيفالوسبورين يكون ثيرد جينيريشن او فورث جينيريشن. طب ده مش موجود في الحاله دي، دور على فانكو ها فانكومايسين. طب لقيته لوحده ما ينفعش. طب اختيار تاني فانكومايسين ها اورال زائد معرفش مين بارنترا، قول له والله ما ينفع ما فيش حاجه اسمها فانكومايسين اورال، ما سمعناش عنها دي في الدنيا. الاختيار الخامس بقى فانكومايسين اي في زائد جنتامايسين اي في، قول له ايوه انت كده اتعدلت بقى، كده اتعدلنا في الكلام. الراجل اللي عنده سب اكيوت بكتيريال او انفكتيف انتوكاردايتس ياخد فانكومايسين وجنتامايسين اي في. ده اول استخدام. نيجي بقى الاستخدام الثاني اللي هو كوليستيريديم ديفيسيل كولايتس. الحالة دي أنا عايز أفكرك بيها، إحنا شرحناها طبعًا لو أنت شفت الفيديو الأولاني هتعرفها، لكن أنا هفكرك بيها ممكن تكون ما يعني مش فاكرها أوي. الكوليستيريديم ديفيسيل أولًا دي نوع من البكتيريا أن إيروبيك، كويس؟ هي كده. دي عايشة في الكولون عندنا كلنا. إنما بتحصل لها بقى فليرنج أب، ويعني بتعمل مشكلة كبيرة لو إنك أنت أو أي عيان خد أنتيبيوتيك يكون برود سبيكترم لفتره طويله، ويكون كمان ايه هذا ليه دواء اورال. يعني عيان مثلا ماشي على برود سبيكترم انتي بايوتيك بقاله شهر او بقاله 15 يوم اورال، ايه اللي بيحصل؟ الكولون عندك فيه انواع كتير جدا من البكتيريا، يقوم الدواء اللي هي الانتي بايوتيك اللي هو اكس مثلا اللي العيان ماشي عليه ده، يقوم رايح للبكتيريا بتاع الانتستين دي اللي في الكولون اللي هي الفلورا العاديه بتاعتنا اللي عايشه عادي خالص، ها يقوم عامل لها كيلينج كويس تمام. طب بس مش هعمل كيلنج ال 100% من البكتيريا، في حاجات هتهرب من الانتي بايوتيك، الحاجات الريزيستنت الرخمه الغلسه زي مين؟
زي البكتيريا اللي اسمها كوليستريديوم ديفيسيل. البكتيريا اللي عايش عندنا اهي البكتيريا كوليستريديوم ديفيسيل دي لها نورمال كده ليفل، انما لما انت تموت لها او تفضي لها الملعب كله، الكوليستريديوم ديفيسيل دي هيحصل لها فليرنج اب، عددها هيزيد جدا. ليه؟ لان الاعداء الطبيعيين بتوعها اللي كانوا موجودين معاها ما عادوش موجودين، فهي هيحصل لها فليرنج اب وتبتدي تطلع توكسين. هذا التوكسين عنيف جدا لدرجه انه ممكن يموت. ايوه اسمعها تاني، يموت. التوكسين ده بيعمل نيكروزز للسوبرفيشال ميوكوزا بتاعه الانتستين، ولذلك تبص بالمنظار تشوف المنظر اللي انا جايبه لك ده. هذا المنظر بالاندوسكوب، البقع البيضة اللي انت شايفها دي، البقع البيضة دي عبارة عن نيكروزز للميوكوزا بسبب الاندوتوكسين اللي طالع ده من البكتيريا اللي اسمها كوليستيريا ديفيسيل. طيب وايه والعيان ده هيجيله ايه بقى؟ هيجيله سيفير دايريا. هتلاقي العيان كده بعد 15 يوم من استخدام المضاد الحيوي جاله سيفير دايريا، وممكن يحصل له سيفير ديهايدريشن. طيب هل الحالة دي خطيرة؟ لا جدا، مش خطيرة بس، لا ده جدا وجدا كمان واثنين جدا، يعني خطيرة جدا، فيري دينجرس حالة الكوليستريديوم ديفيسيل كولايتس دي. طيب إذا حصل كوليستريديوم ديفيسيل كولايتس في المستشفى وأنت بتعالج عيان ولقيته بعد فترة كده من المضاد الحيوي اللي بياخده جاله دايريا، ها؟ أنت في الحالة دي لازم تموت الكوليستريديوم ديفيسيل بكتيريا دي. طب مين اللي هيموتها بقى؟ الدواء المتخصص يموتها اسمه مترونيدازول، ما اتكلمناش عنه لسه، هيجي إن شاء الله في الشرح لسه في الأيام اللي جاية في الفيديوهات اللي جاية. هذا المترونيدازول هو ده المتخصص للايه؟ للحاله بتاعه الكوليستريديوم ديفيسيل كولايتس اورال طبعا، لان المشكله في الانتستين. كويس كده. طيب الممتحن برضو مش هيسيبك، هيقول لك طب افرض ان في عيان جاله كوليستريديوم ديفيسيل كولايتس سيفير دايريا وبلادي ووتر واديته مترونيدازول اورال وما جابش نتيجه، قول له ما جابش نتيجه، في الحاله دي انا السكند تشويس عندي فانكومايسين. هيقول لك ليه؟ قول له عشان الكوليستريديوم ديفيسيل دي من الحاجات الجرام بوزيتيف والحاجات الغلسة اللي زيها زي الاستاف اوريوس، زي ما كانت الاستاف اوريوس في منها انواع غلسة ما بتجيش بالبنسلين وكان الفانكومايسين بيجيبها، برضو الكوليستريديوم ديفيسيل احيانا في انواع منها ما بتموتش بالمترونيدازول، ما يجيبهاش غير الفانكومايسين. فهتلاقي ده تاني استخدام موجود في كتب الطب يا شباب. هيقول لك ايه؟ هيدي لك كيس سيناريو كده، يقول لك عيان مثلا كان عنده انفيكشن مش عارف فين، وبعدين كتبنا له مهم مضاد حيوي اسمه مثلا ايه؟ سيفوتاكسين اللي هو كيفالوسبورين من العيله اللي هي الجينيريشن الثالث، خده لمده 14 يوم، بس بعدين فوجئنا ان عنده سيفير دايريا ودي هايدريشن ومش عارف ابدومنال كرامب وكل والسيناريو كده. هقول لك طيب ايه بقى الحل؟ هتقول لي نمره واحد، اياك تبتدي برضه بفانكومايسين. نيفر، انا بقول لك اهو اكد على المعلومه دي، الفانكومايسين نيفر يوزد از فيرست تشويس. هتقول لي في الحاله دي هدي مترونيدازول، هتدور في الاختيارات كده وتقول مترونيدازول اورال. هيقول لك طيب وافرض بقى ما نفعش المترونيدازول او اديناه وما نفعش، قول له في الحاله دي بقى يبقى السكند تشويس بتاعي فانكومايسين. بس بص بقى في الحاله دي الفانكومايسين هيتاخد اورال. طبعا هتستغرب انت دلوقتي، هتقول الله اورال؟ ايوه. هتقول الله طب ما هو الموليكولار ويت بتاعه ما ايوه انا عارف هو لازم يتاخد اورال في الحاله دي، وانا بديه علشان هو نوت ابزورب، ده هو ده الميزه بتاعته، ده هو الميزه بتاعته في الكوليستريديوم ديفيسيل كولايتس اللي بتحصل في الدايريا دي، الميزه بتاعته كونه نوت ابزوربد اورال. يعني المترونيدازول ما جابش نتيجه لان في المترونيدازول احيانا بيتبلع القرص كده يدخل على البلاد ستريم على طول من غير ما يشتغل قوي على انما ده لا، ده احنا بنديه عشان هو نوت ابزوربد اورال عشان يشتغل لوكالي في الانتستين، لان المشكله دلوقتي عندك في اليومن بتاع الانتستين، المشكله مش انفيكشن، ما هياش اندوكاردايتس، ما هياش سيبتيسيميا، ما هياش انفكشن بجرام بوزيتيف هنا ولا هنا، انما دي هنا في اليومن. يبقى انت عايز حاجه تشتغل لوكال. طب مين اللي يشتغل لوكال؟ الفانكومايسين استاذه، الفانكومايسين بتاع الحاجات اللي ايه الريزيستنت، وكونه كمان ما بيمتصش اورال ده ميزه تضاف الى ايه الى ميزاته. يبقى يا شباب الثيرابيتيك يوزز هم الحاجتين دول اللي احنا شرحناهم. ندخل بقى على الادفيرس ايه اخر حاجه، الادفيرس افكتس. الادفيرس افكت على الفانكومايسين ثلاثه، هنختصر أدا واحد أدا اثنين أدا ثلاثة، هنختصرهم بكلمة فان. فان دي تفكرنا يعني هو فانكومايسين، أول ثلاث حروف يفكرونا بالأدفيرس افكت. الفي دي يعني فين، كويس؟ فين إيه اللي يحصل؟ هيحصل ثرومبو فيليبايتس، كويس؟ يعني التهاب في الأوردة.
تلاقي مطرح ما انت بتدي الفانكو. انا قلت لك ان هو بيتاخد غالبا في الحالات السيستميك انفكشن بتاخد بارنترال، متفقين؟ هو اصلا لما بتيجي تديه لازم الفانكومايسين يتعلق في 500 ملي من الجلوكوز او الانترافينوس فلويد. يعني ما تجيبش حقنه الفانكومايسين كده على طول كده ها تديها، لا حطها دايما في المحلول واديها للتنقيط الوريدي اللي هو الانترافينوس انفيوجن. احنا بندي دايما الفانكومايسين بالطريقه دي في حالات السيستميك انفكشن، لكن بنلاقي مع الوقت بقى دراع العيان بعد هذا الكانيولا دخل هنا في دراع العيان تلاقي المنطقه دي كلها زرقاء فيها بقعه زرقاء كبيره كده. ليه؟ لان الدواء ده ايريتنت، فيري ايريتنت، وبيعمل كلمه ثرومبوفليبايتس التهاب في الاورده، ويعمل كلمه بين ات ذا سايت اوف ادمنستريشن. This is the most common adverse effect. يبقى كلمه ثرومبوفليبايتس هنفتكرها بكلمه فين اللي هي فانكو دي اول حاجه، ثرومبوفليبايتس او بين ات سايت اوف ادمنستريشن. جايز الممتحن يقول لك طيب وازاي تتفاداها؟ اقول له ما انا هتفاداها بالطريقه دي، ان انا احط الفانكومايسين في محلول 500 سنتي واديه دايليوتد. هيقول لك طيب هل بس كده؟ اقول له لا مش بس كده، اقول له ده انا كمان هديه على مدى 60 دقيقه، يعني 60 مينتس. لان لو انت اديت الفانكومايسين بسرعه هيعمل السيفير ايه ثرومبوفليبايتس دي، لان هيبقى كونسنتريتد. مش بس كده، وهيعمل لك نمره 2 بقى الرجي. ايه الرجي دي بقى؟ الفانكومايسين يا شباب من عيله اسمها ايه؟ افتكر كده، العيله اسمها جلايكوبيبتايد. بيبتايد، بيبتايد يعني بروتين. يعني ممكن الفانكومايسين لما بيتاخد اي في او كده يقوم عامل لك حاجه اسمها هيستامين ريليز. الهيستامين ريليز بقى يقوم عامل سيفير الرجي، وتلاقي الجسم يحمر اكتر في الابر بودي، تلاقي الترانك زي ما انت شايف كده في الصوره. ده واحد خد فانكومايسين عمل له هيستامين ريليز، والهيستامين بيعمل الريدنس اللي انت شايفه ده عشان الفازو دايليتيشن، وهذا الشكل بقى هنسميه ريد مان سندروم. كانوا زمان يسموها ريد نيك سندروم، دلوقتي اصبح الاسم الدارج لها او الشائع ريد مان سندروم. ريد مان سندروم حصلت ليه؟ نتيجه ان الفانكومايسين عمل هيستامين ريليز، ودايما يطلع في الابر، في يعني الابر هاف اوف ذا بودي اكتر ترانك. طيب تتفاداها برضو ازاي؟ نرجع لنفس المعلومه، اقول له برضو اتفاداها ان انا لازم ادي الفانكومايسين ببطء شديد جدا، تحسبا لانه ممكن يعمل هيستامين ريليز. يعني ما تدوش بسرعه كده يقوم عامل هيستامين وموت العيان، لا اديه على مدى 60 دقيقه زي ما قلنا. في خلال ال 60 دقيقه هيبان بقى من اول دقيقه 10 من اول 3 دقائق هيبان اذا كان عمل هيستامين ريليز او لا. يبقى ادي اول ايه اللي هي الاي دي، حرف الاكس تفكرك بكلمه الرجي. الان دي بقى تفكرك بكلمه نيفروتوكسيستي. نيفروتوكسيستي اللي هو ايه؟ الكلى. الدواء ده نيفروتوكسيك اللي هو الفانكومايسين. هقول لك بقى انه اغلب الاسئله اللي بتيجي في الفانكومايسين بيبقى طالب ان هو يعني يسالك في النيفروتوكسيستي دي، يعني دي دايما حاجه مشهوره كده عن الفانكومايسين. علما بانه لما عملوا ابحاث جديده على الفانكومايسين لقوا ان النيفروتوكسيستي بتاعته ما زادتش عن البنسلين. يعني تقريبا لما عملوا كده ايه؟ لما عملوا يعني احصائيه وجابوا معينين كتير ودول خدوا بنسلين ودول خدوا فانكومايسين، لقوا النسبه واحده. البنسلين بيعمل نيفروتوكسيستي او الكيفالوسبورين بنفس النسبه تقريبا اللي عملها الفانكومايسين، يعني هي مش غريبه له، مش حاجه كده ايه، مش تهمه خاصه بالفانكومايسين. الا انه شوف، الا انه رغم ان هو النيفروتوكسيستي بتاعته زيه زي ادويه كتير جدا، الا ان دي تهمه اصابته في مقتل. يعني تهمه خلاص من يوم ما طلع الفانكومايسين، وكل ما تسمع يقول لك ده نيفروتوكسيك. يا سيدي ما هو زيه زي الباقيين، يقول لك معلش الفانكومايسين نيفروتوكسيك. كانها كده حاجه زي ما اشعه تطلع عليك. احيانا بعض الناس تطلع عليه اشعه كده ما يعرفش خلاص ايه يتخلص منه، تفضل ملازماته لعمره مهما يعمل. يقول له يا عم انا تبت الى الله والله، خلاص انا تبت خلاص بقيت بصلي يقول لك لا والله برضو انت ما زلت نيفروتوكسيك. يبقى يا شباب نلخص بقى اللي احنا قلناه كله. احنا اتكلمنا عن عيله اسمها جلايكوبيبتايد انتيبايوتيك. هذه العيله ثالث عيله تشتغل على سيل وول بعد البنسلين والكيفالوسبورينز. ياتي العيله اللي اسمها الجلايكوبيبتايد اللي هو البطل بتاعها الفانكومايسين. الفانكومايسين اكتشف في الخمسينات، الا انه سموه فانكومايسين بقى عشان يعني فرحوا قوي لما لقوه بيجيب الاستافيلوكوكاي وبيجيب الحاجات الريزيستنت زي الايه الكوليستريديان ديفيسيل، فسموه فانكومايسين يعني المكتسح.
مع الوقت بقى اكتشفنا انه نوت ابزوربت اورالي، ما ينفعش يتاخد اورال ولا يعدي بلاد برين بارير، ما اعرفش اعالج بيه مننجايتس ولا اقدر اعالج بيه اي جرام نيجاتيف انفكشن، هو شغال على جرام بوزيتيف بس، ودايما يتاخد بارنترال. امتى؟ في حالات الاستافيلوكوكال انفكشن. مين هي برضو؟ اما تكون ريزيستنت للميثيسيلين والبنسلين، يعني مادي بنسلين وما ينفعش، يبقى الفانكومايسين سكند تشويس، او يتاخد اورال في حالات الكوليستيريديوم ديفيسيل كولايتس برضو سكند تشويس. لما الميترونيدازول ما ينفعش، يبقى دائما ابدا الفانكومايسين الرجل الثاني، دايما بيلعب ما بيلعبش دور البطوله ابدا، بيلعب دور دايما الرجل الثاني كده في الفيلم، يعني يجي دايما دوره بعد ما ايه ما الابطال يفشلوا. مشاكله، اذا عايز تعد مشاكله، ادي احنا قلنا ثلاث حروف اللي هو الفين ثرومبوفلبايتس، this is the most common، لو جالك سؤال the most common adverse effect of vancomycin ما تقولش نيفروتوكسيستي، لا the most common كلمه ثرومبوفلبايتس and the pain at the site of infection of administration. يقول لك how to avoid، قول له ادي الدواء ده diluted على مدى ساعه كامله 60 دقيقه عشان ما يعملش ثرومبوفلبايتس دي. طيب تاني حاجه ممكن يعملها الرجي، الالرجي اللي هو الهيستامين ريليز، والهيستامين بيخلي لون الجسم احمر فيسموه ريد مان سندروم. هاو تو افويد برضو، قول له برضو نفس القصه، ما انا اديت الدواء على مدى 60 دقيقه برضو تحسبا لحكايه الالرجي. وتالت حاجه الان دي اللي نيفروتوكسيستي، وان كان هو زيه زي كتير قوي من الادويه يعني ما هوش مشهور الا انه تهمه خلاص لبسته بقاله 40 50 سنه، التهمه دي لبسه انه هذا الفانكومايسين نيفروتوكسيك، لدرجه ان احيانا الممتحن تلاقيه جاي هو مركز على نيفروتوكسيستي دي. كده يا شباب خلصنا التالت دواء، ان شاء الله الفيديو اللي جاي هنتكلم بقى على الادويه اللي شغال على بروتين سنسز، ناخدهم بقى ايه واحد واحد ايه بالترتيب.